حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. Hope you have a nice day في فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك على الفيديو ده. النهاردة قصة الفيديو غريبة جدا، بس انا مش هحكيها عشان ما احرقش القصة. يلا بينا نبدأ الفيديو. Let's go. بقولك ايه يا حاجة، ما تقومي تعملي لنا الغدا، انا حاسس ان انا جعان. بقول لك ايه يا حاج، انا اتهد حيلي النهارده ومش قادره اعمل اي حاجه، انا مش عامله غدا النهارده. شوف انت بقى، تطلب لنا ديليفري ولا نجيب اي حاجه جاهزه كده سريع؟ ايوه يا بابا، يا ريت نطلب حاجه جاهزه، نطلب من ماكدونالدز مثلا. ايه الوليه دي؟ يعني ايه تعبانه؟ يعني احنا مش هنتغدى النهارده ولا ايه؟ انا لسه ما قبضتش، مش هعرف اجيب لكم اكل ديليفري. يا حاج، هو انا كل ما اطلب منك حاجه تقولي لسه ما قبضتش؟ يوه يا ستي، قومي اعملي لنا اي حاجه تتاكل، مش لازم يعني طبيخ. خلاص كلوا بعضيكوا، انا مش عامله اكل. اوه شكلنا هنموت بالجوع. بقول لك يا نسمة، ايه عايز اقول لك حاجه. طب قولي، ايه رايك نعمل احنا الاكل النهارده؟ بقولك ايه رأيك نعمل احنا الاكل النهاردة؟ صح، فكرة، فكرة حلوة. هو انتوا بتتودودوا بتقولوا ايه؟ ماما، مش بنقول حاجة. لا بصراحة بنقول، ايه رأيك يا ماما انتي وبابا انه احنا اللي نعمل الغدا النهاردة؟ ايوه يا ماما، سيبينا احنا المره دي اللي نعمل لكم الغدا. تعملوا اكل؟ هو انتوا بتعرفوا حتى تسلقوا البيض عشان تعملوا لنا الغدا النهارده؟ ما تخافيش، والله العظيم انا عرفت وصفه من على النت جميله يا ماما ما تعجبكم خالص. انتوا ادخلوا ناموا واحنا اللي هنعمل الغدا النهارده، وانتوا تصحوا تاكلوا على الجاهز. ايوه صح، خلاص سيبيهم يعملوا لنا هم الغدا، اي غدا بقى، المهم ندفع. بقول لك ايه يا حاج، دول مش هياكلونا النهارده، والله العظيم لو اعتمدت عليهم مش هناكل. بقول لك خليك واثق فينا يا بابا، والله العظيم هنعمل لكم اكل حلو. بقول لكم ايه، اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، انا داخله انام، انا خلاص مش قادره. ايوه انا بقول برضو كده، ادخلي انت نامي يا ماما. خلاص يا توتا، انت ونسمة روحوا اعملوا لنا الغدا. يلا انا رايح انام واصحى الاقي الغدا جاهز. يلا تصبحوا على خير. ماشي، تصبحي على خير. ها بقى يا توتا، فكري معايا هنعمل لهم غدا ايه النهارده. ايوه الوقت قد قضى، ايه رايك نعمل لهم بانيه؟ بانيه؟ بانيه ايه يا هبله انتي؟ هو احنا اصلا بنعرف نسلق بيض على راي ماما؟ عايزين كده نعمل حاجه سهله. ايوه صح، اكيد مش هنعرف نعمل بانيه. طب مثلا بشاميل، ايه رايك نعمل مكرونه بشاميل؟ يا دي النيله، اقول لها مش هنعرف نعمل بانيه تقول لي مكرونه بشاميل. ايه هما يقولوا طور نقول احلبوه؟ ايوه صح، يعني امال احنا هنعمل ايه؟ طيب يعني اما كل حاجه صعبه احنا هنعمل ايه؟ يا بنت فكري معايا في اكله سهله، يعني مثلا بيض بالبسطرمه او مثلا شاي بلبن. صح، مفيش حد بيتغدى شاي بلبن. طب ايه يا توتة هنعمل ايه؟ فكري يا توتة، فكري يا توتة. ايه رأيك يا نسمة نعمل مكرونة سباجيتي؟ انا نفسي فيها قوي. مكرونة سباجيتي؟ طب ما ايه رأيك يعني نشتري اندومي وخلاص، واحنا لسه هنقعد نسلق مكرونة بقى والشغل ده، لكن الاندومي سريع، ايه رأيك؟ احنا كمان نعمل اندومي ملون ونفاجئ بابا وماما. ملون؟
هنلونه ازاي؟ ايوه عادي، نحط فيه لون طعام. احنا عندنا في المطبخ الوان، عندنا اصفر وعندنا اسود وعندنا اخضر بتهيألي، مش فاكره، بس يلا نروح نشوف. تصدقي فكره، يعني احنا ممكن نعمل اندومي لونه احمر او اندومي لونه اخضر او اندومي الوان الطيف مثلا. عشان تعرفي بس انا دماغي دي بتبدي بقى. يلا بقى عشان انا جعت قوي. يس يلا بينا. One hour later. وبعد كده قلبها ماشي، نشوف هيحصل ايه. توتا بصي اللي بيحصل. لا يا توتا اكيد بتاعي انا هيبقى اجمل. بصي شكله ازاي خطير، انا مبسوطه جدا. بصي شكله حلو قوي. كل يوم نعمل من ده. عملتوا لنا الغدا ولا لسه؟ هتأكلونا ايه النهارده؟ وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تبعتوا الفيديو ده لكل اصحابكم، واستنوني بكرة في حلقة جديدة في نفس الميعاد. باي.